أعلن رئيس كتلة كهولفان بني جانس رفضه محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع محاكمته، وذلك إثر تقارير تحدثت عن أن نتنياهو سيسعى إلى سن القانون الفرنسي والذي يقضي بمنع محاكمة رئيس حكومة أثناء ولايته. كما وصف دعوة نتنياهو لمناظرة معه بأنها خدعة إعلامية لن يشارك فيها. رفض بيني جانز زعيم حزب كحولفان دعوة رئيس الوزراء نتنياهو لمناظرة تلفزيونية أسبوعين قبل الجولة الثالثة من الانتخابات دفعت رئيس الوزراء لمهاجمته واتهامه بالتهرب من المواجهة. الموضوع إما حكومة الليكود برئاستنا، حكومة يمينية قوية، أو حكومة يسار برئاسة جانز التي ستكون متعلقة بالكنيسة بأحمد الطيبي. ويأتي التصعيد الأخير من قبل نتنياهو على ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشارت للتقدم كحولفان بعدد المقاعد على حساب الليكود، وبعد إعلان عن موعد بدء محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد وإشارة جانس لنتنياهو أنه لا يمكنه الاستمرار في إشغال هذا المنصب. متهم بتلقي الرشوة، الخداع وخيان الأمانة، لا يمكنه أن يكون رئيسا للوزراء، لا من ناحية أخلاقية مبدئية ولا من ناحية عملية. هذه حقيقة واضحة وبسيطة. الأحزاب الإسرائيلية الأخرى التي تدرك عزوف الشارع الإسرائيلي عن الانشغال بالانتخابات المقتربة مقابل انشغاله أكثر بموضوع فيروس الكورونا تحاول استغلال الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة بمختلف التصريحات الأمنية الرنانة لتحفيز الشارع للتفاعل معها. عندما أرسلت جنودا خلال الجرف الصامد للقتال في الشجاعية خان يونس وغزة حربنا أمام أطراف الأصابع، في حين كان النظام الإيراني على بعد 1100 كيلومتر للشرق. احتدام التنافس الانتخابي واقتراب موعد الحسم يدفع مختلف الأحزاب الإسرائيلية لاستنهاضهما من نشطائها والبدء بالاستعدادات الأخيرة لجولة جديدة من الانتخابات التي من المرجح أن تبقي الأزمة السياسية في إسرائيل على حالها دون حسم يذكر، مهرولة سريعا نحو جولة رابعة من الانتخابات.